أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلنا إلى الفصل الرابع في الخيارات ما معنى الخيارات؟ خيارات يعني هل يمكن أن تكون إبطال العقد أو عدم تمامية وإمضاء العقد بيد أحد بيد المشتري أو البائع أم لا؟ نعم، هذا ما نسميه بالخيار، يعني السلطة على أي شيء على فسخ العقد. وهذه السلطة على فسخ العقد إما أن تثبت لأحد المتبايعين أو لا تثبت لكليهما معا وهذه الخيارات طبعا عندنا كثير من الخيارات اللي يذكرها هنا السيد هو ست سبع خيارات نعم سبع خيارات في هذه السبع خيارات يمكن من خلالها ان نقسم هذا الخيار هل هو ثابت لمن للمشتري ام للبائع وما هي حدود هذا الخيار والفتره التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الخيار هذا ما نسميه بالخيارات فالخيارات هي القدره على فسخ العقد طبعا هذه نحن كلامنا اين كلامنا في اي شيء في البيع اما هذا اللي نجري يوميا اللي هي معاطات هذا قد في بعض الأحيان يشمله وبعض الأحيان ما يشمله فلا بد الالتفات هذا في البيع يعني حينما أقول بعتك يقول, يقول اشتريت بهذا الألفاظ جيد إلا إذا كان هناك اتفاق اتفاق واحد بعد خارج تخصصا أول خيار عندنا هو خيار المجلس يعني كيف أنا أريد أشتري من زيد وزيد قاعد يمي زيد قال بعتك هذا الكتاب انا قلت اشتريته قبلته اشتريته اعطيت الثمن وبقينا قاعدين جاي اقلب الكتاب ما عجبني اقول له انا اريد ان افسخ هذا العقد هل يجوز نعم ما دمنا جالسين في المجلس مجلس البيع الذي حصلت فيه المعاوضه فهنا ما دمنا جالسين في هذا المجلس يجوز لي انا المشتري او يجوز للبائع البائع شاف الفلوس قليله وشاف خبره قال له هذا الكتاب ما موجود بالسوق والان سعره كذا فهنا ايضا يمكنه ان يفسخ هذا العقد فيجوز الفسخ من البائع ومن المشتري طبعا حدود هذا الوقت الى الافتراق من يفترقون؟ هو يقول لي في أمان لا طلع بره بعد خرج خارج المجلس فإذا صار خارج المجلس بعد إذا رجع هذا لا يسمى خيار مجلس هذا بحث آخر بل خيار المجلس ما دام يشتركان في نفس المجلس أما إذا خرج أحدهما من المكان الذي وقعت فيه المعاوضة فهذا بعد لا يكون مجلسا فيحتاج إلى شيء آخر زين إذا لا لم يكن المالكان أجرى العقد أنا وكلت لي واحد وذلك الباع أيضا وكل واحد للبيع يعني هو المالك وكل للبيع وأنا وكلت شخص آخر للشراء فهنا هل هل الخيار يكون للوكيلان يقول لا بل الخيار يكون للمالكان اذا كنا احنا جالسين سويه انا والمالك الاصلي وانا المشتري الاصلي والوكيلان اجرى هذا العقد في مكان اخر فهنا يكون الخيار لنا اذا كنا في مجلس واحد معا زين اذا ما لا ما مجتمعين احنا بل الوكيلان هما اللذان اجتمعا فهنا لا خيار مجلس ينتفي خيار المجلس. زين اذا اذا اجتمع وكيل مع مالك ايضا هنا لا يثبت الخيار لاي من الطرفين لا للمالك ذاك ولا للمشتري. نعم. نطبق هذه المساله الفصل الرابع الخيارات. ما هو الخيار تعريفه؟ يقول الخيار حق يقتضي السلطنه يعني الهيمنه يعني عنده قابليه على فسخ العقد برفع مضمونه يرفع مضمون العقد بيع يقول لا لم ابيع شراء يقول لا لم اشتري وهو اقسام كما قلنا هناك سبع خيارات كما سيأتينا خيار المجلس خيار الحيوان خيار الشرط خيار العيب خيار التأخير خيار الرؤية وهكذا هذه كلها نسميها بالخيارات كما سيأتينا الأول من الخيارات هو خيار المجلس أي مجلس البيع يعني مو ما دامك انت قاعد هنا هو قاعد باستراليا هذا خيار مجلس لا خيار مجلس ان تكون ان يكونا معا مجتمعين فإنه إذا وقع البيع، إذا البيع وقع، كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، ما دمنا قاعدين على في هذا المكان في بيت واحد في مكان واحد، ما دمنا لم نفترق فالخيار ثابت لي وله للبائع وللمشتري. فإذا افترقا عرفا يعني الافتراق ومعنى ذلك أن يكون عقلي الافتراق العقلي شنو إذا هو راح أجلكم باقين نفس المجلس أفرض راح للمطبخ هو وأنا بقيت بالاستقبال هذا ما يسمى افتراق بالعرف الافتراق العرفي أنه هو ذهب إلى شقته إلى بيته وأنا بقيت في بيتي مثلا فهنا هذا يسمى ف ما الذي يحدد الافتراق العرف نسأل العرف هل هذا افتراق أم لا يقول فإذا افترق عرفا لزم البيع من هذا اللحاظ من خيار المجلس من هذه الجهة البيع يكون لازما وانتفى الخيار بعد الخيار ما عدنا هنا ينتفي فإذا الخيار بدايته من حين العقد ونهايته حين الافتراق لمن؟ للمالكين للبا... لل... لل... للمالك للبائع وللمشتري للمالك الأصلي للثمن والمثمن زين ولو كان المباشر للعقد الوكيلان أفرض لا أنا موكل لواحد أنه يشتري وذاك موكل لواحد أنه يبيع فمن الذي أجرى العقد هو الوكيل في إجراء الصيغة لم يكن الخيار لهما الخيار مو للوكيلين بل لموكليهما يعني للمالك الأصلي للثمن والمالك الأصلي للمثمن بشرط اجتماعهما في مجلس العقد ولكن لا بد أن يكونا مجتمعين في مجلس العقد يعني افرض أنا قاعد أنا وكيلي هنا وهو البائع ايضا قاعد هو وكيله هنا فالوكلاء اجروا العقد فهنا يبقى الخيار لنا ما دمنا جالسين في مجلس العاقد او في مجلس اخر للمبايعة او لا مو في هذا المجلس بل في مجلس اخر افرض عندنا في شغلة اخرى واما مع عدم اجتماعهما فلا خيار لهما ايضا اما اذا لا أنه لم نجتمع أنا والبائع بل أجرى الوكي الوكيلان أجرى العقد ونحن لسنا في مكان واحد يقول فلا خيار لهما أيضا ما إلهم خيار فليس لهما توكيل الوكيلين في الفاسخ زين سؤال هل يمكن أنا أن أقول لوكيلي أنت يا أبا أشروط انه لي الفسخ ما دمنا في العقد هل يكون ذلك ام لا يقول لا فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد ان لم يكن لهما حق في ذلك يعني بعد ان نفي هذا الحق لا يمكنهما ان يبين ويوكلا لوكلائهما بهذه المساله زين وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في اجراء الصيغه من دون حضور موكله مع المالك مثلا في الطرف الاخر. هذه الحاله ايضا انه انا وكلت واحد، هذا الواحد اجرى العقد مع المالك الثاني، فهنا هل يثبت الخيار؟ يقول لا لا يثبت الخيار. في الطرف الاخر فإنه لا يثبت الخيار لأي من الطرفين، لا يثبت الخيار للمالك، يقول هذا المالك هو حاضر وحده، اما هذا حضر الوكيل، يقول ما يخالف. الشرط في هذا الخيار ان يكون المالكان كلاهما معا موجودان موجودين. ان يكون المالكان موجودين معا، اما اذا لم يكونا كذلك فلا يثبت الخيار. لأحدهما لأي من الطرفين جيد يقول ولو تصدى العقد الوكيل المفوض من قبل المالك في تمام المعاملة وشؤونها ثبت, ثبت الخيار له دون الموكل إذا لا أنا أنطيت صلاحية تامة لهذا الوكيل بانه اجراء المعامله وكذا وكذا، فهنا من يكون صاحب الخيار؟ من يكون صاحب الـ الـ الخيار؟ نعم، يكون هذا اللي انطيته وكاله، بعد آن الخيار مالتي شال يذهب اين؟ الى الوكيل. وان كان حاضرا في مجلس العقد، حتى لو انا ما عجبني هذا العقد وكنت حاضر في مكان العقد وجالس وردت اكنسل البيع يقول ايضا لا يصح. والمدار على اجتماع المتبايعين وافتراقهما سواء اكانا هما المالكين ام غيرهما المدار هو ماذا هذا المنطي وكاله نفس المتبايع هو انه يجتمعان مو اللي منطي وكاله لا اللي منطي وكاله كامل ويا الباع اللي اجره العقد فقط هؤلاء المدار هما مو المالك اصل المالك ولو فارق المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا انا بعت الزي وبقينا جالسين شوي بعدين تمشينا ايضا تمشينا وصلت المفترق طريق فهنا يبقى الخيار الى ذلك الطريق يعني حيث لو بالطريق مثلا فكرت به هذا البيع ما يفيدني فيمكن ان افسخ في نعم يمكن فسخه يبقى هذا خيار المجلس ولو تصدى البيع شخص واحد وكالة عن المالكين، إذا لا هذا وكيل، أنا اختارت وكيل، وهذا البائع أيضا اختار نفس الوكيل، زين هذا الوكيل إيش راح يسوي؟ راح يجري العقد نيابة البيع عن البائع والشراء عن المشتري، زين هذا هل تثبت له خيار المجلس أم لا؟ أو لا؟ البائع والمشتري هذا هؤلاء له من لهما الولايه عليهما شخص واحد افرض اولاد عم وجدهما هو الوالي عليهما فهنا اي من هؤلاء له حق الخيار يقول هنا هل يثبت له الخيار الوالي ام لا؟ يقول لا ففي ثبوت الخيار اشكال بل اظهر العدم لماذا؟ لانه هنا المشكله انه ما يحصل افتراق فمعنى ذلك أنه هذا العقد دائما يكون متزلزل يبقى لأنه هذا الشخص هو نفسه عند لحاظين لحاظ يكون وكيل عن البائع لحاظ يكون وكيل عن المشتري فإذا كان كذلك متى يلزم العقد لا يكون عقدا لازما فيقول هنا ففي ثبوت الخيار إشكال بل الأظهر العدم يعني عدم الإشكال عدم الخيار جيد <applause> هنا مسألة مهمة أخرى يقول هذا الخيار هل يمكن أن أسريه لشيء آخر مثلا لعقد آخر عقد الزواج مثلا لا لعقد الإجارة مثلا لا ما دمنا هذا الخيار مختص بأي شيء بالبيع أما أجيبه وأسريه لأي عقد آخر يقول لا لا يمكن مسألة رقم مئة عشر هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات بعد هذا مختص فقط في أي شيء في البيع بعت واشتريته يبقى في المجلس أما معاوضات الأخرى إجارة صلح غير ذلك هذا بعد لا يثبت هناك زين الآن لو انا اريد من هذا اقول أرد ابيع لانه هذا افرض عندي فد هاي مساله مهمه وهي انه أرد اشتري هذه الحاجه واخاف انه يكون هذا المشتري يورطني لانه مثلا <applause> افرض الاسعار متصاعده الان يعني ما ادري اذا ابي حس لو ينزل لو يصعد فاذا بالمجلس بالاثناء صعد فاحتمال هذا يبطل البيع وانا راح اكون اخسر فهل هناك طريقه لاي شيء لان أخلي هذا الخيار ما موجود نعم بأي شيء باشتراط سقوطه في العقد أقول له أنا أبيع من أشتري منك هذا ال ال هذا الشيء بشرط أنه ما عندك خيار مجلس إذا وافق خلص أو لا بالأثناء خلصنا بعنا اشترينا من خلصنا أقول له يا أنا أيضا يمكن ان اسقط عنك خيار المجلس ذاك موافق ايضا فاتفق على اسقاط الخيار حتى لو بقوا قاعدين سنه كامله سوا فهنا يسقط الخيار يقول يسقط هذا الخيار اللي هو خيار المجلس باشتراط سقوطه في العقد يشترط في العقد اللي راح يكون ما دام عقد لازم فالشروط اللي موجوده في العقد اللازم ايضا تكون لازمه فحينما يشترطان سقوطه يسقط كما يسقط بإسقاطه بعد العقد <applause> يعني مرة أنا أشترط سقوطه بالعقد فهذا يسقط ومرة أخرى أنا ما أشترط السقوطة بس من خلصنا بيع وشراء يا بقى قلت له أنا أسقط عنك خيار المجلس هذاك أيضا قال أسقط عن خيار المجلس بعد هنا سقط حتى لو بقينا فترة طويلة هنا لا يملك الحق بأي شيء بأن يطالب بفسخ العقد جيد هذا الخيار الاول إذا هذا خيار المجلس الخيار الثاني هو خيار الحيوان خيار الحيوان هذا للي يشتري الحيوان فاذا هو يثبت للمشتري الذي يشتري حيوانات له خيار ثلاثة ايام هذه الايام متى تبدأ تبدأ من حين العقد إلى ثلاثة أيام، يعني 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة يثبت له. فإذا أجرينا هذا العقد اليوم الساعة بالتسعة الصبح، فإذا هذا العقد، هذا الخيار يكون نافذ لمدة 72 ساعة إلى 8 و59 دقيقة من اليوم الثالث مثلا أو اليوم الرابع بحسب 72 ساعة. إيش قاعد يصير؟ فإذا هذا يكون ثابت لي هذا الخيار. <applause> فإذا مثلا بالظهر أيضا راح يثبت لي لحد رابع يوم الظهر. بالليل رابع يوم بالليل وهكذا فيصير تلفيق نوع من التلفيق. نعم. الثاني خيار الحيوان كل من اشترى حيوانا اذا هذا خاص بأي شيء للمشتري من اشترى ثبت له الخيار ثلاثة ايام مبدأها زمان العقد. من بدايته؟ من زمان العقد. "وإذا كان العقد في اثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع". لرابع يوم يعني اذا اليوم الساعة 12 فاليوم الرابع ايضا راح يصير قبل 12 بدقيقه هذا ثبت الخيار يكون له. والليلتان المتوسطتان داخلتان في مده الخيار بعد هاي 72 ساعه. وكذا الليله الثالثه في صوره تلفيق المنكسر ايضا يعني هاي مسائل المهم احنا ربطناها وثبتناها بهذه الرابطه انه 72 ساعه. واذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة ايام سقط خيار الحيوان. يبقى انه انا رحت اشتريت مثلا جمل اجلكم الله من شخص في الصحراء مثلا بالبدو. فهذا اشتريت منه البعير وبقيت اكثر من ثلاثة ايام. زين هذا متى ينتهي الخيار؟ ينتهي الخيار بعد ثلاثة ايام. زين وإذا بقينا جالسين سويه، يقول يبقى خيار المجلس خيار، فيبقى خيار المجلس لهما ثابت معاً وأما خيار الحيوان فينتفي، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري على الأقوى، آه بعد هنا خيار المجلس لمن يبقى؟ للبائع مو للمشتري، المشتري إلى خيار الحيوان ثابت له. لثلاثة أيام، انقضى بعد ما يبقى له أي خيار، والمشتري المشتري بعد ما يبقى عنده الخيار، أما الباع فيبقى عنده خيار المجلس، فمتى ما يفترق بعد هناك لا يثبت لأحدهما أي خيارين. زين الآن هذا الخيار أو هذا هل يمكن إسقاطه أم لا؟ نعم يمكن إسقاطه، متى؟ إذا اشترطنا سقوطه في أي شيء في متن العقد أبيعك هذا البعير على أن لا يكون لك خيار حيوان يمكن؟ نعم يمكن زين هل يمكن إسقاطه بعد العقد؟ نعم يمكن المشتري لما اشترى هذا البعير وراء بيوم يومين أو يوم قال له يا بقى أنا مسقط عنك خيار بعد هذا صار إلي زين مرة ثالثة لا أنا ما أسقطته بس مباشرة من اشتريته ذبحته فهذا التصرف شنو معناه؟ معنى ذلك أني قد أسقطت الخيار هو مو ينتظر هذا بعد بعد ذبح الشاة أنه ينتظر وثلاث أيام لا بعد هذا يكون ما دام تصرف تصرف بهذا الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد فهنا يصح ويسقط هذا العقد. أو الخيار أو لا تصرف فيه تصرف مغيرا بأي شيء لأي حقيقته مثل حينما مثلا يشتري جارية يعني يعتبرون هذا أيضا شامل لأي شيء للجواري في ذلك الوقت مثلا فاللي يشتري جارية حين حينما يلمسها لا بد أن يكون ذلك إمضاء على العقد لأنه تصرف باعتبار أنه الجارية حينما تباع فتبقى في هذه الفترة له الخيار فإذا لمسها أو اقترب منها فهنا سوف يكون ماذا؟ تكون هناك امضاء على هذا العقد او هذا يعني رفض لهذا الخيار، مساله 113 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد. هاي مساله وكما يسقط باسقاطه بعده بعد العقد وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ مثل أي شيء كما قلنا ذبح الدابة مثلا أو تصرفا مغيرا له إما حقيقة مغير له حقيقة يعني مثلا أنه يأخذ من صوفها يجز صوفها كنعلها أو أخذ حافرها أو جزي صوفها بحيث ما يخلي لها أجلكم الله مثل النعل للحصان مثلا أو يأخذ من حافرها ويرتبه حتى لا تأذى بالمشي أو يأخذ من صوفها هذا مغيرا لحقيقة الحيوان أو حكما أو تصرفا مغيرا له يعني مغيرا لهذا الحيوان حقيقة اما حقيقه او حكما الحكم مثل اي شيء يقول كتقبيل الجاريه المشتراه او لمسها تقبيلها او لمسها ذلك معناه انه هنا ماذا هنا لا بد لنا من امضاء العقد المساله اللي بعدها انه هذا الخيار متى يثبت هل يثبت للبائع يقول نعم يثبت للبائع في حاله ما هي هذه الحاله ان يكون الثمن والمثمن كلاهما حيوان بعد يثبت لكل من له حيوان فاذا كان الثمن والمثمن كلاهما حيوان يثبت لهما معان مساله 114 يقول يثبت هذا الخيار للبائع للبائع ايضا اذا كان الثمن حيوان بعد ماكو فرق زين الأول... الثانيه المساله الاخرى زين هذا ايضا من مختصات البيع اما إذا واحد هدى او صالح أو أجره أو غير ذلك وعد هنا ما يثبت هذا الخيار يقول مئة وخمسة عشر يختص هذا الخيار يعني خيار الحيوان ايضا بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات عندنا معاوضات أخرى لا يثبت هذا الخيار زين اذا هذا الحيوان اجلكم الله في عند البائع وتلف اما ضاع او مات او انذبح زين <applause> هذا قبل ان يستلم المشتري او لا بعد ان استلم المشتري فهنا يكون من مال البائع ما دام في مدة الخيار فيبطل البيع والمشتري يرجع إلى البائع بالثمن يقول مسألة رقم 116: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده بعد القبض في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع فيبطل البيع بعد هذا البيع يكون باطلا فيكون إذا كان البيع باطلا لابد أن يأخذ كل منهما ماله ويرجع المشتري ويرجع المشتري عليه يعني على البائع بالثمن إذا كان قد دفعه إليه طبعا إذا أنطى أموال يأخذها زين إذا لا إذا كان هذا الحيوان ما يدري بهذا طلع عليه فد مشكلة وهو كان عند المشتري بس مو مو عن تقصير فهنا يمكن أن يفسخ أو يمكن أن يريد، أما إذا كان التفريط من عنده والمشكلة من عنده، بعد هنا لا سقط الخيار، يقول مسألة رقم عشر إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد، وإذا وإن كان بتفريط منه سقط خياره فاذا سقط الخيار بعد راح يبقى عندنا بقيه الخيارات والخيار اللي بعده خيار الشرط ياتي الحديث عنها في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد